بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، أما بعد، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. نريتد أبو هريرة ابن عمر رضي الله عنه، may Allah be pleased with him. The Prophet صلى الله عليه وسلم decreed one should not try to cancel a bargain already agreed upon between some other person by offering a bigger price. And a man should not ask for the hand of a girl who is already engaged to his Muslim brother. At least the first sotor marries her or leaves her. اللهم إنا نسألك علما نافعا، رزقا طيبا، وعملا صالحا، أن تغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.